من اخر يوم في رمضان إيه؟ نبي نجيب القصه طال عمرك قصه دينيه ها عن في عن يعني مناسبه لهذا الشهر الكريم. يا سلام. اي وهذه القصه قصه شاب يعني سبحان الله هذا الشاب يعني عمره قضاه في طاعه الله يعني ما شاء الله قلبه معلق في المساجد قلبه معلق في قراءة القرآن يعني ما شاء الله القرآن هو ما شاء الله ربيع قلبه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأحزاننا يا رب. آمين. وهذا الشاب ينتظر الصلاة وقاعد يقرأ القرآن. قامت الصلاة وصلى الحقيقة عقب ما قضى من الصلاة جاء هبوط في جسمه هبوط في قلبه وطاح وزاموا على الإسعاف وجاء الإسعاف وجاء وشاله. يقول الممرض حق الإسعاف يقول أنا كنت معه على طول فشلته وحط أعطيه النعاش والحمد لله بدأ يتكلم إسعافات أولية وحط عنده لما نقلناه إلى المستشفى وجاء الدكتور وكان الدكتور الله يحفظه ويطول عمره الشيخ خالد الجبير. فلما جاء كان يقول هذا الشاب أو هذا الممرض يقول جاء الدكتور خالد وبدأ يوجه الممرضين أيوة يوجههم أن تصلح كذا وأن هات كذا وأن تجيب كذا وهاتوا الأكسجين هاتوا العلاج هاتوا كلش. يقول الشاب هذا الذي يعني المريض اللي قضى حياته في طاعة الله يقول انتبه للشيخ خالد الدكتور خالد ويناظر يقول جاء وكلمني بإذني بعد كلم الممرض هذا كلمني يقول بإذني فلما كلمني بإذني قعد شوي حوالي بعدها 10 دقائق وربع ساعة وانتقل إلى رحمة الله. وش قال له بإذنه؟ أي هذا الممرض قعد يصيح ويبكي فقالوا له أخوياه يعني هذه أنت مهي هذه أول مرة دائما تقابل الناس ودائما ناس يعني مثل تجي حالات وكذا حالات كذا ويموتون إلا هذا ليش صح؟ قال إنه قال لي في إذني قال للدكتور لا يتعب نفسه أنا والله ثم الله إني ميت وإني والله إنني أرى موقعي من الجنة. يا ربي أنني أرى مكاني في الجنة وإني أرى الحور العين ها؟ فقال للدكتور لا يتعب نفسه وعقبها مات. فهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى قلناها أمس يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى للذين قضوا أعمارهم في طاعة الله وفي قراءة القرآن وفي الصلاة وكذا يقول الله سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة وأبشروا الدنيا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعوا نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا الشاب قضى حياته في طاعة الله وفي قراءة القرآن وكان قلبه معلق في المساجد فكان جزاؤه الجنة. الله يجعلنا من الله لا يحرمنا فضله. الله لا يحرمنا فضله. هذا